عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله ابن شداد الزهراني. المواهب يا طوال الأعمار، لاعب كرتيه حلوين، وفي نوع متذوق شعريا. النوع هذا من الشباب، فهم شلون؟ أنا ماني متذوق شعريا، أنا حرامي قصايد، فهمت شلون؟ ومقدم إن شاء الله. حرامي قصايد؟ إيه حرامي قصايد. شلون؟ شلون شلون؟ أخذ القصيدة. تدري وش معناته حرامي قصايد ولا ما تدري؟ يلا أدري. شلون تأخذ قصيدة؟ يلا. يعني الحين أنت يا أبو سلطان قايل قصيدة. طيب. أنا أخذها يا طويل العمر، ضبطها، أحط عليها أشياء وأقولها. وتقول هذه قصيدتي أنا؟ هي قصيدتي. حرامي قصايد هذه تراها مهنة. هذه كارثة في الشعر. هذه موهبة. أنا بالنسبة لي أفضل من متذوق القصيد. طيب خلنا على الكاراتيه أجل ما دام طيب فيها. كم عندك حزام؟ شو حزام أسود؟ كم دام؟ توه واحد دام. توك؟ توه. يلا ورنا شيء هنا. ورنا ورنا حركة. طيب أنا عندي مساعد. مساعد؟ بستعين فيه. من هو؟ مساعد. مساعد إيش؟ مساعد 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 عشان أوريك. يا وين مساعد؟ من هو؟ موجود. إكسكيوز مي؟ قف مي قف مي. هذا المساعد. هذا المساعد. حق مساعد. فهمت شلون؟ أهلاً وسهلاً. السلام عليكم. أول شيء للجنة. أص. أصنت. أصنت مو بنا. أص هذا. لحظة. هذه أص تحية للمدرب. تحية للمدرب. لا خش المدرب. حتى كانت تحية لا تكون أص لو سمحت. ليش؟ أص هس هس. أص. هاء واو سين. الرجال هذا يفهم في الكاراتيه. هي يلا عدها مرة ثانية. فعندك. تعال تعال. ها. الكلمة عدها. واحدة. وشي؟ قول هس 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 اه قول هس يا اخوي هس هس بس عنده غله انت عندك مشكله في الناس انت عندك حميه قولي مزكم مزكب مزكم طيب عودني عودني يلا جايكم من جده مزكم طيب اسمع اسمع عد عد الكلمه ها عد الكلمه قبل شوي اص يا اخي اص يا اخوي اص يا اخي انت تقول اص ابو سلطان هذا اللي اص انت اللي اص قول له قول له اص انت اللي اص طيب تعال 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 يا تعال تعال عطى عطى نزل نزل غطرة كنا خلنا نشوف هالشعر اللي ما شاء الله نزل يلا ترى سلطان صاير وكيل ها نحن قبل البرنامج تكفى جبهتي مليانة فقشات ها اني اشوفها اني بشوفها تكفى ثم فقشات في الجبهة اي ازين لو سمحت ترى عندي بطولات ما عندي وقت يعني خلص علي يعني وراي ترى كذا واحد ذا يلا اكسر وجهي اكسكيوز مي 1 مينيت زهراني اوكي ركز خلص علينا نزل انا بتشخص بسم الله ان شاء الله عليه ما في صنادر والله شوف دائما يجيك فلقات في راسه هو اللي شقه هنا وشقه هنا تعال يا رجال اكثر تعال وريني جيبك هنا لا يا الحبيب بنت شوي لا انه هذه حركات يا اخوان يا اخوان كرتيه اهدوا نفذ يلا نفذ خلصنا هذه لازم يكون بينك وبينه لا تشرح نفذ انفذ اي خلاص يا 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 شو قال تعال زمان جايب المشهد زهرة سحب عليك طيب في موهبة ثانية رمي بالأقواس زهرة تراني تراني أنت كرتيه ولا تكذب علينا على حسابك اي شوف البوكس كم جاي 900 شفت حسابه كذا بوكس وين 900 تيك توك طيب عود عود الدائرة خلينا نشوف نسوي سيرش بوكس 900 يلا يا بالحلال عود الدائرة الله يشغل عدوك انت بوكسك 900 عود لا ايش صار اجيب وش عندك موهبة ثانية رمي بالأقواس ايوه سهام سهام وسهام كل اقواس من السراه ولا من التهامه؟ تهامه منين من تهامه؟ المخواه من المخواه؟ حجر المخواه اي ونعم ونعم زود دقيقة ما طلع لي يا اخي خلاص بحثت بطريقتي ما اي نشيك عليه فعلا هل هو فعلا كرتيه ولا يستهبل؟ لا لا والله جايب بوكس تسعمية اسمعوا منها تكفى في مقطع وانا منزله وانا قاعد اقول قصيده تكفى لا لا ما اول مقطع ابغاك انت قله شوف شوف المقطع والله انه حلو قله قل قل قصيده يلا راعي خيل بعد ايه اقول لك جميع المواهب خياط رامي اقواس راعي قصايد شوف بس القصيد اللي بقولها ما سرقتها ما سرقتها ما سرقتها انت قايلها لا اقتبستها حاجه بسيطه يعني يلا اسلم سلامي على اللجنه لا دقيقه شفيق زفير سلامي على اللجنه انا سارقها انا نسيتها عندك في الجوال لا حافظها سلامي يلا. على اللجنة والحاضرين
تسليم توفى ما بها نقصان، جاكم من الباحة ديار الزهرين، نبغى المراكز الأولة ولعب على القيفان. الله هذه سوالف ما هي بقصيدة. أقول لك سارقها ما هي بلي، أنا ما أدري عن الشعر. هذه ما هي بلحد دي، هذه سوالف. سارقها. وبعد دي سارقها، ليتك سرقت شيء زين عاد. إي والله. يعني ما هي بزينة. يجيب شيء صاحي. بعد تدري من وين أسرقها؟ من منتدى. من ايش؟ منتدى. يا شيخ. منتدى الحين منتديات. كم عمرك أنت؟ إيه. كم عمرك؟ 21 سنة. أطلع إثبات؟ يلا ما يحتاج. ها؟ لا لا شغلونا بدل إثباتات يا عاد. أنت اللي أنت اللي فتحت هذا الباب وتفتح وتزعل. لا هو متأكد هذا في العشرين. في العشرين. مرة. ما يبي لها. وش؟ العمر؟ إيه. دخل على 22. إيه مو صغير. أنت مواليد كم؟ 1423. ولك الحسبة. 23 43 ها هجري صح هجري صح انت جري والله ها جري يا اخي الحمد لله يلا خلاص ابو زهرة بيض الله وجهك وجهك ابيض يا حبيبي ترى دائما الزهريين متميزين ها تعرف وليد قشران ولا ما تعرفه ونعم في جميع الشباب انت تتابع برامج الواقع لا جاينا كذا والله لي الشرف في الانضمام معكم وشايف عليه جمهور كثير الدولة الجمهور أنت ها؟ تبغى الشهرة والله كلها حدد هدفك إيش تبي أبي لقياكم لا غير صحيح لا لا أنا كذاب مرة كثير والله بس سؤال أنت شلون طحت عليه أنت تقلل في القنوات ولا واحد قال لك ولا فلون لا والله أنا الشباب كلهم بسم الله عليهم من ضمنهم عبد الله الزهراني مساعد محمد المسردي محمد الطوالة كلهم وليد البحيح كلهم الشباب وليد البحيح ايه صدقني ما اخذ فيك اجر ليه لا ما اخذ فيك اجر والله شوف انا افتح بثوث وانا متحدث وسولف قالوا يا ولد احنا ننصحك بالبرنامج روح قدم عندك جمهور في البث يجونك ايه كم تقريبا لا فتحت بث 130 120 فجاكو جاكو فجاكو نعم في التيك توك في التيك توك محظوظ جاكو جيد بدون ال التعريف وزهره جاكو نعم اسمع علي زهرة روح وخذ التأهيل يلا الله يستر عليك فك الله الله يبيض وجيهكم شوفكم على خير خلاص روح يا حبيبي أس في هوشة أكمل لك الله يخد أنا اسحب اسحب انت شباب أسرار الجمهور بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي